Bien. Hola. Bien. Hola. في حمالة بردش. اتفضل يا عم، اتفضل 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 يا ابني، اتفضل اتفضل. لا والله يا عم ما ينفعش. لا اتفضل اتفضل. لا والله اتفضل يا حبيبي، اتفضل 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 اتفضل. اهلا وسهلا يا حبيبي، اتفضل اتفضل. اوه اتفضل يا ابني، اتفضل 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 اتفضل. شكرا يا انكل، شكرا يا انكل. قول لي يا ولد، ايه اللي انت جايبه في ايدك ده؟ حضرتك دي نص كيلو بسبوسه من عند دينيري ب 20 جنيه، والله مكلفاني 20 جنيه، والله واقف عليها ب 20 جنيه، اقسم بالله يا باشا واقف عليها ب 20 جنيه، على الطلاق يا باشا من بيت واقف عليها ب 20 جنيه، وربنا يا باشا واقف عليها ب 20 جنيه، وحاطط المصحف يا باشا واقف عليها ب 20 جنيه، وربنا واقف عليها ب 20 جنيه، والمصحف ب 20 جنيه، على الطلاق يا باشا اقسم بالله ب 20 جنيه يا باشا. اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل اتفضل. دينيري يا باشا على الطلاق ماركه يا باشا، اتفضل باشا على الطلاق ماركه. دوق يا باشا البسبوسه وانت هتدعي لي. اتفضل اتفضل اتفضل. بسبوسه هات يا ابني، هات هات يا حبيبي، هات هات يا ابني، هات هات يا عم. سيبها يا حبيبي، سيبها سيبها يا ابني. قلت لي بتشتغل ايه يا حبيبي؟ حضرتك ممكن انا بشتغل طيار. طيار؟ تسوق طيارات في الجو ولا بتسوق هليكوبتر ولا بتسوق ايه؟ لا بص، طيار يا ممكن، طيار بطير طيارات في الجو. حضرتك لو مش متأكد من مهنتي ان انا طيار، ممكن نطلع فوق السطح حضرتك ونطير الطياره دي مع بعض. انا موزعها للسوبر ماركت بخمسة جنيه. احنا يا ابني بنشتري راجل. بص يا ابني، احنا عايزين مهر مليون جنيه ومؤخر 700,000 جنيه، وعايزين الشقه تتفرش من اوروبا. اوروبا يا ولد، تسمع عن اوروبا؟ وعايزين نص كيلو ذهب، ذهب عيار 24 يا ولد، وعايزين النيش من دبي، وقط الاطفال من الامارات. ايوه يا ولد، تسمع عن الامارات؟ انا يا ابني لسه معرفكش، هسأل عنك واشوف هيقولوا ايه. لو قالوا زين هقول زينين، لو قالوا زينة هقول نعلقها في الحارة عندنا. بنت مش اجل من ولاد عمها يا ولد، ولا اقل من ولاد خالها، ولا ولاد عمتها، ولا ولاد ستها، ولا ولاد اختها، ولا ولاد ابن عمها، ولا ولاد ابن جدها، ولا ولاد ابن ستها، ولا ولاد ابن خالتها، ولا ولاد ابن جدتها، ولا ولاد ابن خالتها. يا باشا مهر يا باشا اللي مليون جنيه ومؤخر 700,000 جنيه، لا اتجوز يا فاق وهبي، انا اصلا معيش 10 جنيه في جيبي، ده انا سالف حق التوك توك. بقول لك يا باشا، من الاخر كده بنتك ماشيه مع الواد عبولة وابراهيم نتانا وانا ساكت من الصبح. بنتك يا باشا سمعتها بايظه في المنطقه. بقول لك يا باشا، الجوازه دي مش لازماني، هات البسبوسه بتاعتي يا عم. الله الطلاق لابد البسبوسه، لا اجيب صحابي هنا من عين شمس وننزل نكسر الدنيا. هات يا باشا، ده انا من 10 رمضان كلهم تبعي رجاله، هناك هننزل نكسر الدنيا عليك يا باشا. اديني البسبوسه بتاعتي. سيب البسبوسه هلا، ولا سيب البسبوسه. اوعى يا ابا، اوعى يا عم البسبوسه، اوعى يا عم مش هتجوز. اطلع بره هلا، اطلع بره هلا، بدل ما اديك بالذنوبه في دماغك هلا، اطلع يلا، ولا رد يا يا جد الكلام.